اسمي أكرم محمد البركي، أحد شباب ثورة 17 فبراير من بنغازي، العمر 30 سنة. حاليا طبعا نرسم في شخصية القذافي، شخصيته كاريكاتيرية طبعا، شخصية القذافي كطريقة اللبس متاعه أو شخصية الفيس كاريكاتيرية أكثر ما تكون شخصية عادية. من قبل لا، ممنوع كان أي ترسم القذافي أو واحد اي مقربين من قذافي، حتى مقربين مني يعني من شخصيه قذافي كنت يعني ممنوع السجن، يعني بعد الدغري للسجن. يعني قدرت قعدت سعيد يعني نرسم من ننقد في القذافي، النقد تاع عن طريق الرسم طبعا، تعبيب الرسم يعني تو يعني حر طبعا وسعيد يعني نرسم نقدر نعبر عن اي حاجه في داخلي يعني عن طريق قذافي او خاطي قذافي، يعني تو ان شاء الله ليبيا حره، فبعدين حتى نقدر نرسمه حتى على الحكومة الجديدة، يعني أي حاجة بحكومة جديدة ما عجبتناش نقدر نرسمها، يعني مش كيف قبل. أيام إبراهيم الضرطية، 27 سنة، شاعر وممثل مسرحي. قبل ثورة 17 فبراير كان في تقيد، يعني كبت للحريات. والمجد مقصور على صرفات ثكلى وأقملة بنعي فقيدها تبكي وتشهق فيه بالأنات. بس الآن الحمد لله رب العالمين في حرية إبداء رأي، وفيه إن شاء الله يعني يكون فيه انفتاح ويكون فيه تطور، ونتمنى يعني نلقوا الدعم ونلقوا يعني يكون فيه سبوتس علينا، يعني يكون فيه ناس تتابع فينا وتدعمنا. My name is Hossein Kablan. I'm 23 years old. I'm actually playing with the band, rhythm guitar, and singing. We will not surrender. You can sing about anything right now. No one can tell you that. No, you can't sing about Gaddafi. You can't sing about. You can't sing in public. Gaddafi's. So he want to be the only guy that. I don't know how to say it, but he wanna be like a god, you know. People, not all of them fighting with weapon. You can fight with the words, you know, with writing. With so we fight with this. What outside is watching? We are.